السلام عليكم. السلام عليكم، تحية عالية لجميع الإخوان والأخوات اللي سولوا ولا اللي تسألوا عن غياب العبد الضعيف خوكم مولاي علي لظروف خاصة ولظروف طارئة صحية، ومنها ما هو صحي ومنها ما هو مهم، لظروف طارئة. الحمد لله، والله القسم زعما صدمت صراحة إيجابيا مدى حب شريحة كبيرة من الناس، الإخوان والأخوات، رغم أنني كنعرفهم عن طريق الفيسبوك، إلا أنهم صراحة تسألوا على العبد الضعيف أين هو وتقلقوا عليه. المهم سنقول لكم مشكورين أخوتي وأخواتي الكرام، وجزاكم الله بخير، مشكورين. ومهم هذا كان مباشر قصير باش نقول للإخوان بأن أخوكم مولاي علي لازال على قيد الحياة، رغم أنهم خرجوا شي بياضيق وتيخرجوا بواحد الكلام وقح على العبد الضعيف، واللي تيعرفني راه تيعرفني مزيان كيف أنا كإنسان لا أسيء الأدب، ما كنطيحش، ما كنخسرش هضره، كنهضر مع الناس، كنناقش مواضيع على حساب الإمكانيات نتاعي المعرفية، وإن شاء الله لي عودة لهذوك الأناس الذين يسيئون للمغاربة إن شاء الله، وما غاديش نتسامحوا معهم، وغادي نهضروا عليهم، وغادي نكشفوا العورات نتاعهم كما تيقولوا، وغادي نفضحوهم من رأس الهرم إلى أصغر مقدم في الدوار. البلية صعيبة، اش من بلية أخويا قاسمي؟ الحمد لله ما عندنا بلية. البلية أنا فهمت كذابات. أخويا شوف أخويا بالقاسم، نقول لك واحد المسألة، والله القسم اللي حر حر غادي يموت حر، ما عمر ضرب العبودية. فاش كتذوق الحريه وكتذوق هاد العيش، هاد البلاد فين كنعيشوا هنايا، هاد الديمقراطيه وهاد الشيء هذا، ما يمكنش اصاحبي ترجع للوراء. اقسم بالله هادي مده نتاع 3 سنين، واحد الاخ ما كاينلاش نذكر سميتو حتى هو قال لي مولاي علي، قال لي هاد الطريق هذا راه الي سون ليميت، قال لي ما تقدرش تراجع لانك كتدافع على واحد الناس اللي ما عندهم الصوت، قال لي ما تقدرش، الا كنتي حر نيت ولد حر ومربي ومخلق، قال لي ما تقدرش تبقى تشوفوه يبقى ساكت، واخا تكون مريض راك تنوض مفراشك وتهضر على شي موضوع ولا شي واحد مسكين تعرض للظلم والعدوان في بلد الطغيان. على هذا الشيء صراحه ما نقدرش والله القسم، رغم واحد الظروف يعلموها القليل من الاخوان راهم عارفينها، مهم ما غادي نبقاو دائما تنهضروا على خوتنا صراحه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، حتى تحقق المطالب ولا تتاخذ الحقوق نتاع خوتنا. بنكون بكل صراحه العبد الضعيف مرحبا اخويا محمد، والله القسم الى ما غاديش نقول لك الدنيا، وانما غادي نقول لك ظروف طارئه، ظروف صعبه مريت بها، وراني كما تنقولوا مازال في حالتي نقاهه، من النقاهه هذه. رغم ذلك قلت نخرج نطمن الخوت والاخوات اللي سولوا عليا صراحه بالعشرات ولا بالعشرينات ولا ربما سولوا على العبد الضعيف، وهذا من نوب اخلاقكم، مشكورين جزاكم الله بخير. فهمتك اخويا القاسمي، فهمتك والله، الا عندك الصح حسبني شي بليه اخرى، حسبني بغيت تقصد البليه خوك، راه ما فيه حتى بليه الا البليه نتاع الدفاع على المظلومين، هذه هي البليه اللي فيها. اذن تحياتي لكم، مازال غادي نتشوفوا، وذاك العالمي الكلب ان شاء الله مازال نجبدوا له ودنه، لان اساء الى المغاربه، الا كنا احنا مرض انت اكبر المرضى، زيني الا كنا احنا مرض انت اكبر المرضى يا المجرم يا لقيط. تحياتي لكم اخوتي الكرام، والسلام عليكم.